اهلا وسهلا فيك في فيديو هذا الاسبوع، اتمنى تكون باحسن حال. فيديو اليوم بنتعلم عمل خطوات Exploded 3D Isometric Architecture Diagram in Revit. ليه نسويها او ايش الفايدة منها؟ الشيء الاول انها تشرح المشروع بطريقة سهلة وواضحة سواء للمهندسين او غيرهم، يعني حتى لو مع عميل. الشيء الثاني شكلها بروفيشنال وتشد الانظار للمشروع. الشيء الثالث والاخير انها جدا سهلة وتقدر تسوي الخطوات في كل البرامج. قبل نبدأ خليني اوريكم بعض الامثلة مع الاستخدامات، مثلا المداخل او السيركوليشن، السيستمز كولينج او هيتينج سيستم، الفنتيليشن، الووتر تريتمنت، الفونكشن او الزونينج، الفيرتيكال سيركوليشن أو ممكن الفيوز أو الستركتر، الانفيرومنتال كونسيدريشن مثل حركة الرياح والشمس، ممكن الخدمات أو مواد التشطيبات أو مواد البناء، يعني الماتيريال ان جنرال، الكونستركشن بروسيس، الكونسبت جنريشن أو الديزاين ديفلوبمنت، أو if you want to tell a story أو you explain مثلا certain process نفس المطارات والمصانع وغيرها. بما أنه عرفنا ليه نستخدمها وفي إيش ممكن نوظفها، خلونا نبدأ نشتغل على الريفت. أنا بوريكم الخطوات على مشروع فارنتورث هاوس من أعمال المهندس الشهير ميس فاندرو، بس أنت تقدر تطبق على أي مشروع عندك. بعد ما شغلنا الريفت، أول خطوة نسويها نسوي دوبليكيت لل3D فيو، بس نروح على 3D وبعدها نضغط على الماوس ليفت كليك ونروح دوبليكيت. بعدها خلونا نسميها 3Name، نفس الشيء ليفت كليك. الخطوة الثانية نسوي هايد لأي عنصر ما نبغى يبان معانا، مثلا لو كان عندنا تريز أو أشخاص أو سيارات وما نبغاها تبان معانا، بس مجرد أن نضغط عليها ليفت كليك ونسوي لها من هنا هايد إن فيو، إما الألمنت أو الكاتيجوري. إذا ضغطنا على كاتيجوري بيسوي هايد، لو كانت فور إكزامبل تري بيسوي هايد لكل التريز اللي موجودة في الفيو. ولو تبغى ترجع أي شيء بعدين، طبعا تعلمنا في الفيديو الأول في ريفت هنا إنه نضغط على هذا ريفيل هيدن ألمنت ونسوي أن هايد لأي عنصر نبغاه. بعد كذا مجرد اللي نبغى نسويه نحدد على مجموعة، وطبعا نقدر نستخدم الكنترول علشان نزيد على التحديد، ونستخدم الشفت عشان ننقص من التحديد. سوينا كذا، بعدها نضغط من هنا من الموديفاي تاب، نروح على هذا الايكون displace element، بيجمع لي اياها كأنها جروب ونرفعها. لو تبغى تشوف من 3D تتحرك على هنا عشان تشوف ايش حركت، ترفعه على فوق. لو تبغى تضيف عليه هو بيسوي كأنه جروب فتضغط عليه، ولو تبغى تسوي edit مثلا تبغى هذا العنصر يكون معه تضغط عليه فيرتفع فوق، بعدها ترجع وتسوي تحديد. الشيء ثاني مثلا نسوي shift عشان نقلل من التحديد، ونقدر نستخدم الفلتر اما من هنا عشان تعرف انت حددت ايش بالضبط، وتقدر تستخدمه برضو من هنا وترفع على فوق ترجع. لو تبغى تضيف عليه تحط edit تسوي صح، بعدها نرجع ونختار الاخير ونرفعه على فوق.
الحين نقدر نسوي باث لاينز تربط بينها بالأماكن اللي احنا نشوفها مناسبة، مجرد ان نضغط عليه ونختار على باث. نعدل على الجرافيك، نحدد على واحد من اللاين، نضغط اللفت كليك override graphic in view، بعدين نخليها by category عشان يعدل لي اياها كلها مع بعض. ممكن نغير اللون الابيض او غير اللون يعني المناسب لمشروعك. ممكن نزود الثيكنس نسوي اوكي. بعدها نشغل الشادو. لو كانت تو دارك ممكن من البروبرتيز تروح لجرافيك ديسبلاي اوبشن، او ممكن تدخل على نفس القائمه من هنا نروح لجرافيك ديسبلاي اوبشن، بعدها من الشادو تخلي هذول الاثنين عليهم تشيك، نروح لللايتنج، بعدها ممكن نقلل الشادو نحط apply. وممكن تغير الستايل، مثلا لو ما تبغى رياليستيك ممكن تروح شيدد او هيد لاين، يعني بحسب المشروع وبحسب انت كيف تحب تشوفه. نرجع للرياليستيك. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. نفس ما قلت لك في البداية ان البروسيس جدا سهلة وسريعة، تقدر تحفظها وتدخلها على الفوتوشوب من قائمة فايل، تروح الاكسبورت، بعدها تنزل على تحت ايمج وانيميشن، تروح الايمج تحفظها في المسار اللي تبغاه، تختار كل الاختيارات من هنا، الفورمات، الكواليتي، الجي بي جي، زوم او فت وغيرها. لو تبغى نكملها سوا في الفوتوشوب اكتب لي في التعليقات. وممكن بنفسك تاخذها one step further بانك تسويها animation. لو تبغى تعرف الخطوات تقدر تشوف الفيديو اللي الان على الشاشة. ممكن برضو تضيف لها audio sound effect باستخدام برنامج الادوبي فوتوشوب. اترككم هنا، في امان الله.